طبعا شكرا جزيلا لزملائنا وكل عام وانتم بألف خير، وشكرا بصراحة لهذه التهنئة، ما كانت مفاجئة ولكن ما كان محضر لها تمام. شكرا للمفردة الجميلة اللي حبيتها من زميلتي رائد عمر النسر، بس اكو معلومة تقول يا رائد النسر إذا طال عمره ينتحر، زين أنا إذا وصلت عمر النسر شو راح أسوي؟ أنتحر ولا شنو أسوي؟ أهلا بكم متابعينا وصباح العافية عليكم، وخلونا نبدي كالمعتاد من الأفلاك وأبراجنا اليوم الحامل اللي راح يكون مهنيا يهدي طبعا اليوم من روعك ويجمع حولك الأصدقاء وأيضا تفتح صفحة من العلاقات الراقية، يسهل طبعا الخطى وهناك أمور إيجابية للعاطفة اليوم، تعيش أوقات سعيدة إلى جانب الشريك، وطبعا قد يساعدك على حل مسألة عالقة، أو ربما راح تكون هنالك مسائل جدا إيجابية راح تكون طبعا بصحبتك إلى نهاية الشهر. ننتقل إلى الصحة، اليوم راح يكون حذر من الإرهاق وهو المخاطر اللي قد تصيب الصحة، يجب أن تنتبه لهذه القضية. ننتقل إلى مولود الثورة اليوم من الجانب المهني، التحقيق الشفاف والمهني حرك أمور في مجال العمل، ولحسن حظ النوم راح يسجلك هنالك أمور جدا إيجابية في مصلحتك، هناك سجل واعد مع هذه الأشخاص. للعاطفة اليوم تدخل مرحلة حاسمة على الصعيد العاطفي وتحقق خلالها بعض الرغبات، والصحة اليوم بعض المصاعب غير الخطرة واحتمال الإصابة بالانتفاخ أي انتفاخ الرئتين، يجب أن تنتبه إلى هذه القضية. ننتقل إلى الجوزاء اليوم من جانب القمر إلى برجك، يجعلك اليوم تطوي ربما صفحة ويكون بانتظارك مسائل مهمة بحيث رح يساعدك ويعطيك الدعم، فأيضا يسهل وييسر الأمور اللي اليوم تعرف تجارب مهنية جدا مميزة. طبعا ننتقل وإياكم إلى العاطفة اليوم، وتعيش لحظات حب وعاصفة، وربما تكون إصارحك الحبيب بأسراره وأنت محبوب جدا، راح تستغل هذه الظروف لتقوية العلاقة في هذه طبعا الفترة. ننتقل إلى الصحة، ما تعجب اليوم من الأوجاع الرأس والمعدة وتنتبه إلى استمرارها، فهي نتيجة طبيعية لطبعا الضغوط الأجواء الضاغطة اللي أنت تضغط كثير بها على نفسك. ننتقل إلى مولود طبعا السرطان، والتراجع بعض الشيء يعني أنه ما يبشر بالأفضل، بل يطلب لك أنه تتأني وتنتبه إلى معنوياتك وتخفف طبعا نمط الحياتي اللي بديت به. العاطفة يحمل لك اليوم ظروف سهلة وقد يعيد لم الشمل ويقرب المسافات بينك وبين الحبيب، والصح اليوم عليك تجنب ربما مجاري الهواء لأنك قد تكون أكثر حساسية للبرودة والأمراض وتقلب الطقس. إذن إلى مولود الأسد، يوم طبعا راح يكون مهم جدا لتحضير بعض الملفات والاستعداد لبعض الإنجازات اللي تكون أفكارك واضحة واستعداداتك جدا كبيرة. ننتقل إلى العاطفة، تحتاج اليوم اعتبارا من هذه اللحظات إلى الاهتمام بالشريك وإلى المرونة في التعاطي معه بعيدا عن الاستفزاز. الصحة اليوم عليك تفادي مسارب الهواء والحرارة المتقلبة لأنه خطر الالتهابات الرئوية لا يمكن تجاهل أبدا، وهنالك تثليث ربما يدل على هذا الموضوع. ننتقل طبعا إلى مولود العذراء، أيها العذراء اليوم ربما الكساد الحاصل في الوضع المهني قد يؤثر سلبا في معنوياتك، لكن ما يتسبب بأحداث ربما قد تذكر لك أو قد تكون خطرة. ننتقل إلى العاطفة، قد تعاني انكماشا وتراجع ويخفف وهجك قليلا إلى أنه تتواصل إلى استمرار أكبر وتبحث عن عمق المشاعر لا عن المغامرات العابرة. وننتقل إلى الصحة، تسعى لتوضيح الكثير من الأمور في حياتك إذا أنت بحاجة إلى كل طاقتك النفسية والفكرية والعصبية والجسدية حتى. ننتقل إلى مولود الميزان، أيها الميزان اليوم يوم جيد جدا هوائي بامتياز، طبعا يشجعك على الاستمرار لتحفيز ربما بعض الأمنيات، وتبدو اليوم المسائل المستعصية شوية سهلة وواضحة الحلول، وراح يكون أسبوع جيد، أنت الأقوى والأسرع والأنشط. ننتقل إلى العاطفة، يشير اليوم إلى علاقة عاطفية لها دخل بأوضاع مالية ومادية. ننتقل إلى الصحة، اليوم تتمتع بحيوية جدا كبيرة وبروح حماسية شديدة وبنفسية مرتاحة من الضغوط. وأيضا إلى مولود العقرب، أيها العقرب يوم واعد وغني بالإيجابيات الذي يقدم لك تغييرات كبيرة جدا ومناسبة تماما لطموحاتك.
طبعا ننتقل أيضا إلى العاطفة، تبدو الأجواء ممتازة واليوم ترتاح وطمأنينة وهدوء بعد العواصف الأخيرة التي حلت بك أيها المولود. إلى الصحة اليوم، سواء كنت في عطلة أم في العمل، ما تنسى القيام بواجبك الرياضي، أو ربما هناك جوانب صحية بدأت تتبلش عندك أيها المولود. طبعا ننتقل إلى مولود القوس، من الجانب المهني يكون بانتظارك في اليوم مشاكل، خلافات، وربما يكون ركود وخيبات أمل وزعل، ما تتصرف بانفعال وما تخضع لأي ابتزاز ربما يكون، تنتبه أيها المولود. طبعا ننتقل إلى العاطفة، قوي الوهج العاطفي وتحول الاهتمام إلى بعض الأولاد والقضايا العائلية. طبعا مسائل الحمل والولادة جدا واضحة معك للإناث، وصح عليك أنه تكون متزن ومعتدل في طعامك والتقيد بالإرشادات الطبية. طبعا راح ننتقل أيضا إلى مولود الجدي، من الجانب المهني تعيش يوم إيجابي يحمل معه أخبار مهمة، مسألة بيع أو ربما شراء أو تحضير لمفاوضات أو ربما النتائج امتحانات مهمة، الجو الفلكي يخدم مصلحتك 100%. إلى العاطفة اليوم يرطب طبعا الأجواء العاطفية ويدفعها باتجاه إيجابي وحل طبعا الأمور العالقة. وإلى الصحة اليوم تكون في أفضل حالاتك بعد تعافيك من وعكة صحية مفاجئة ألزمتك الفراش. ننتقل إلى طبعا مولود الدلو، طبعا راح يكون من الجانب المهني بانتظارك تغييرات كثيرة، أخبار سارة، انفراجات، حلحلة في كافة المجالات، في الامتحانات في أنواعها المهنية والأكاديمية حتى. وطبعا ننتقل إلى العاطفة اليوم، ما ربما يخف الوهج العاطفي وما تكون أنت محرج أمام علاقة ناشئة. وننتقل إلى الصحة اليوم، قد تمتلك أعصابك اليوم قدر الإمكان وربما تنسحب من أي مكان تشعر فيه بضيق النفس. وأخيرا مولود الحوت، أيها الحوت اليوم يسجل بعض التراجع في ميزان طبعا المربع، وتتأثر ببعض المواضيع المتعلقة برسوم ديون عملية إرث. ننتقل أيضا إلى العاطفة، راح تسأل عن الحبيب وما تهمل مشاعره أكثر وساندة وتقف إلى جانبه لحل بعض القضايا. وإلى الجانب الصحي، عليك الاستفادة من الطاقة الكبيرة التي تتمتع بها لاستعادة حماستك ونشاطك. مشاهدينا، كانت هذه أبرز توقعات الفلك لهذا الصباح. ننتقل وإياكم كالمعتاد إلى القسم الآخر أو الجزء من فقرتي الصباحية، واللي راح تكون فيها نستقبل اتصالاتكم ومشاركاتكم الصباحية. ونستقبل أول اتصال هاتفي معي. ألو ألو، صباح الخير، أنا فاطمة. ألو، صباح العافية، ميت. هلا فاطمة، أنا من محافظة واسط. فطومة، كيفهم أهل واسط؟ زين الحمد لله. والله صار يعني سمعني أتصل مو صدقت اليوم حصلت. يا الله يا الله، خير وبركة إن شاء الله فطومة، حياك الله وميت. هلا فطومة، طبعا أهل واسط عزاز علينا وكل المحافظات، بس كلش حريصين على تواجدهم ويانا صباحا. اي أنا انتظرت أصلا دقيقة دقيقة حتى طلعين. يا بعد قلبي، في دول عينش حبيبتي فطومة. يلا فطومة، شلون أساعدك؟ أنا مواليد 10/11. إيش قد؟ شهر 11/10. نقول 7 الصبح. نقول 10/11. انت ايه مولود العقرب؟ 7/7 الصبح، واسم امي سميره. طيب مريخ هاكم، برجك وطبعك مائي. 11 صباحا ساعه الولاده؟ لا، الساعه 7 الصبح. 7 صباحا، اوكي. اسم الوالده شنو؟ سميره. سميره، بدي حالك انا ما عندي حفظ مريض، شوفي لي. يلا يلا عيناي إليش فطومة. يلا فاطمة، شنو راح تسألين عزيزتي؟ والله عن كل شيء، يعني عن حياتي الحاضر، عن كل شيء. لا، ايش قد العمر؟ ايش قد؟ 2001. انت 2001؟ اي تمام. زين فاطمة، بس تسألينا تحديدا عن فت قضية حتى اقدر اساعدك بيها، لانه الكل شيء شوية راح ياخذ وقت وربما يعني ربما ما تستفاد من وجوده. ايش بالضبط تحديدا ايش راح تسأليني؟ عن العاطفة وعن حياتي. طيب العاطفة فاطمة، ايه تبتعدين من التلفزيون تسمعين من الهاتف حفاظا على الاتصال حبيبتي. ايه انا بعيدة. يلا لان صوت حتى ما يرجع الصدى وما ينقطع الاتصال معك. يلا فطم نسولف. ايه سولف حبيبتي. يلا شوفي، أنا أولا بديت أبتعد شوي عن الصفات أو تحديد الشكل. ليش؟ حتى نحاول كل المواليد اللي نتحدث عنها تستفاد من القراءة الثلاث عشريات اللي تنطبق عليها. فمن العشريات اللي راح تنطبق عليك يا عزيزتي يا فطومة،
اول الاشياء اللي يعني اللي واضحه معك. طبعا اللي واضح معك كانه تعيشين حاله غربه او كانه انت بعيده عن ناس او اقرباء او احباء لك. اي صحيح، يعني فقدت زوجي. تمام كلامي؟ اي صحيح. تمام. طيب الان اكو شخص قريب كان يكون على الاهل او على اهل زوجك او على العلاقه القديمه. اي دا يتحدث معك او ربما اكو كلام او حديث عن هذا الموضوع لارتباط او علاقه. اي اكو ناس يعني يدزون علي وها يعني بس ما تصير. كلامي تمام؟ اي تمام. شوفي مواليد العقرب، اذا احنا هسه تحدثنا وصارت الصفات تنطبق عليك والان الامور كلها تمام وصحيحه. مواليد العقرب اللي انت من عندهم ولهذه الوجه اللي يناسبك، طبعا معك شيء جدا ايجابي. راح تكون الى الشهرين القادمه، راح يكون معك حاله قران او زواج او ارتباط بشخص يعوضك عن كل اللي فات. انا اشوف او الفلك يقول انه فاقده راتب او اعاله او شيء يتعلق باجور الك. يعني خساره اموال؟ مو خساره اموال، خلينا نسميه مثلا المعاش او الراتب اللي الك، كان اكو عليه قضايا او تعليقات؟ اي صحيح، يعني اطلب ناس ما جاي اقدر احصلهم. اللي مولود العقرب ان شاء الله الفتره القادمه راح تكون باتجاهك اموال، او قد تكونين تورثين، قد يكون تقاعد او راتب او شيء من هالقبيل، لكن اكو اشياء باتجاه الجايه والعلاقه اللي تكون نصيبك او قد يكون ارتباط جديد الى طبعا شهر ال 12 تستمر الى نهايه السنه، معاش قران وزواج والامور جدا واضحه معاك. وكانه تنتقلين من مكان الى اخر يعني. يعني غير المدينه يعني اللي انت ساكنه بيها. يعني ما عندك شيء مزين او عارض او هيك شيء؟ يعني ها من الناحية الصحية أنت لا تقلقين، ليش؟ بسبب الدوار أو بسبب أنه أنت يعني كأنه تدين توقعين مرتين أو صار معك حادث كأنه تدين تسقطين أو تغمى عليك، صارت معك هاي الحالة أكثر؟ أي صحيح. أي فاللي أنصحك بيه حبيبتي أنه تعملين تشيك، ليش؟ لأنه مادة الحديد جدا واضحة معك من النقص وهذا ما يسبب لك الدوار. ليش؟ زحل حاكم برجك، عفوا المريخ، اي المريخ، وهذا ما يعد هو فلك او ماده الحديد اللي تعنى بماده الحديد. حاولي انه تعملين هذا التشيك وان شاء الله ما في شيء، فقط نقص ماده الحديد وهذا جدا واضح معك. اقدر انطم مواليد اختي؟ يعني اني من عيني صار، بس احنا شو نقول؟ نقول الاخ المخرج عنده استعداد لو في خطوط مفتوحه اخرى معاه. تمام معايا فطومه؟ يلا تفضل. يعني تفضلي. مواليد اختي شهر 11 في 10 مواليد 2007. شو نقول؟ نقول شهر 10. نقول شهر 10 11؟ اي مواليد 2007. تمام. ايمان. تمام. مولودة الميزان. طيب تعرف عن الدراسة. زهرة وهوائي. تمام. اليوم جدا يناسبها لان اليوم يوم جدا هوائي. يلا. ايمان اسمها؟ اي اختي. اختك بنت سميره نقول؟ اي. يلا الدراسه فقط؟ اي الدراسه. ايش قد العمر؟ مواليد 2007. 2007 ويساوي. اوكي طيب. قبل كل الاشياء وايضا ارجع واقول انه انا بطلت انه احكي عن او اذكر الصفات او احدد الشكل، راح نتحدث فقط عن العشريات اللي الكل راح يستفاد من عندها وفتره النجاح اللي تخص مولود الميزان. نتحدث عن ايمان. ايمان معيده في ماده؟ معاها شيء متاخره فيه؟ اي بس سنتين. كلامي صح؟ اي صحيح. اوكي. وهذه السنه هي ثاني ولا ثالث؟ هي اول متوسط السنه. حلو، انطلاقها الى الاول والثاني جدا ممتاز. جدا ممتاز، اذا تسالين عن النجاح، النجاح حاصل وخطوتين جدا ايجابيه مع هذه المولود توصل الى الثالث بدون اي عراقيل، يعني راح يكون معاها نجاحين فما تقلقين. تمام. شكرا حبيبتي. ممتاز حبيبتي، يا اهلا وسهلا بيك. مية هلا. طيب يعني قبل لا اتصال هاتفي اخر، مشاهدينا الكرام احنا شنو قررنا؟ انه ما نحدد صفات الشكل فقط في حالات الاوجاع او الامراض، يعني اللي يطلب
عنده مرض او عنده شيء محدد ممكن نحسب الارقام ونشوف ايش اللي يناسب هذا المولود. ليش؟ لانه بصراحه الثلاث عشريات من المولود الواحد حتى الكل انه يستفاد من وجوده او يستفاد من الفتره اللي تخدم مولود يعني ال 12 مولود اللي احنا بدنا نتحدث عنهم. بصراحه هم 12 هم 13. ايضا احد الاشخاص اللي سالني وقال ست انا اشوف نفسي تميل صفاتي خلينا نفترض مثلا الى الاسد اكثر مثلا من غير برج اخر. ف شنو المشكله مع انه انا تاريخ ميلادي هو حقيقي؟ هل فعلا انه يعني هل فعلا انه اني انتمي الى مولود الاسد ام الى السرطان؟ احد الافلاك. خلوني بس اذكر قضيه ايضا ثانيه مشاهدينا الكرام. طبعا للعلم الافلاك طبعا ما صار فيها اي تحديث، يعني منذ فجر البشريه او الكلاسيك القديم ونحن نقرا 12 برج. خليني اضيف وربما ندخل احنا او ادخل بموسوعه جديده واضيف واحده من الافلاك اللي راح تكون هي طبعا مولود الحيه او الحواء. اوكي؟ ليش؟ بإحدى السنين قد تكون قبل 30 سنه كان طبعا اكو خسوف جدا كبير وهذا الخسوف اثر الى مسار الشمس. احنا لما نتحدث نقول الابراج 12 مو لازم القمر والشمس يدخلون الافلاك حتى ياثر الفلك اللي بعده واللي قبله على اللي الفلك او نقول احنا بمحاذاته او بجانب او بسايد او يعني. فلما يكون القمر والفلك بعده مراحل او درجات من اللي امامه راح تشوف الموضوع انه ياثر على الفلك او ياثر على المولود او ياثر على البرج. لكن اذا الشمس كانت تدخل برج الحواء أو فلك الحواء أو هذا المسار اللي قطعته الشمس أيضا وكان هناك مسار آخر، كيف ما ممكن نحن نذكره؟ وهذا هو موجود وحق اليقين. ويمكن لأغلب الفلكيون اليوم اللي إذا نحاول أنه نعمل خارطة فلكية جديدة راح نلقى أنه مو 12 كوكب هناك 13 كوكب. تمام؟ ف يعني القضية بصراحة يحتاج لها شوية متابعة. ليش أحيانا لما نتحدث عن أحد الأفلاك اللي يقول والله هذا المولود ما انطبق علي واليوم الأحداث ما صارت معايا، يعني يا ربي الحمد لله والشكر أنه إذا كان شيء جانب سيء ما صاب اليوم فالحمد لله والشكر أنه كانت مثلا بالبرج اللي قبلك. ليش؟ لأنه أنت لسه يعني أمامك فلك واحد. تمام؟ وقد تكون هذه المواليد مولودة ربما تكون ببرج الحية أو الحواء اللي إحنا تحدثنا عنها. نعمل تقويم جديد إن شاء الله ونرفق هذه المولود أو نرفقه وتكون إن شاء الله خارطة الفلكية راح تتغير نهائيا. فإذا كنا نتحدث الآن إحنا مثلا خلينا نقول 90 أو 95% على القادم يكون إن شاء الله 100%. وكثير طبعا من التعليقات اللي توصلني تقول ست اليوم أنت قلتينا كذا وما صار، أو على الأغلب يقولون أنت قلتينا باكر تصير لكن اليوم صارت. ليش؟ بفعل البرج الزائد أو الفلك اللي هو يسبق البرج اللي أنت به، فإما تحدث اليوم أو تحدث بكرة يعني، وهكذا هي الأحداث تقاس. عموما خلونا نستقبل اتصال هاتفي آخر أيضا. ألو. ألو. السلام عليكم. عليكم السلام والإكرام، يا هلا. عيد ميلاد سعيد، عاش بالصحة والعافية إن شاء الله. كل عام وأنتم بألف خير، شكرا جزيلا لك من ومعانا. وياك علي من واسط، خبر قبل 3 أيام. اخ علي انت متابع لنا من الصبح لازم، فلذلك والله صار من الصبح صدق التهنئه وانا يخليك يا ربي اخ علي، شكرا جزيلا وكل عام وانت بألف خير يا رب، تحقيق الامنيات ودائما نسمع اخباركم الطيبه على شاشتنا. شكرا جزيلا، الله يحفظك. ربي يحفظك استاذ علي، تفضل. من قلت لي اعمل تشيك كامل. اي. سويت عيادات عامة وطلع عندي التهابات يعني حادة يعني هواي طلع عندي امور. اها انت ما كنت تدري بيها علي؟ وطلع عندي التهاب بالكبد هنيني. لا ما 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 كنت تدري بيها الا انت قلت لي وسويت تحاليل عامة وطلع عندي هذا اللي قلت لي انت. يعني التهاب الكبد مثل ما انا قلت لك كان تمام، انا ما راح احكي، انت احكي. انت قلت لي عندك التهاب بالكبد، صحيح طلع عندي التهاب بالكبد، يعني كبداية. كبداية. إذا كلامي كان تمام يا علي؟ إي تمام وصحيح. تمام، خير يا ربي. هسه أولاً هو أعطاك شيء للعلاج، لأنه الآن الطبع من اختلط عندك لازم تاخذ الشيء اللي أعطاك إياه، أي اللي ظهر للعلن، لازم تتداوى طبياً. هسه أنا أخذت علاج.
تمام بديت تاخذ الله يخف علاج على بعد شدك هيك اليوم خذت علاج يا ربي خير. طيب شوف علي ثلاثة ستة نعم سمعك يعني احنا شو نقول؟ نقول بعد اسبوع من الان اذا تستطيع انه تتصل معنا. ليش؟ لانه نحن نتحدث عن اليوم اللي يسبق، هل ممكن انه نعطيك الارقام اللي راح تكون تثبت لك الحاله؟ لانه بصراحه هذا المرض اللي معك ربما يكون مزمن او قد يكون يعني وراثه. لانه صحيح. واضح معك تبعات من الاجداد او من الاهل هذا الموضوع، فاسم الله لا بأس عليك ان شاء الله يا ربي الصحه والسلامه. اليوم اللي راح تتصل بي راح اقول لك ايش هي الارقام اللي ممكن تبتدي بيها مثلا من بكره. تمام؟ حتى اثبت يعني لك. وصل لا هسه انت كمل العلاج اللي اخذته، خلينا نسيطر على الحاله اللي معك. تمام؟ كمل العلاج وشوف شو اسبوع تحديدا عاود الاتصال بينا وانا راح اقول لك ايش هي الاشياء او الارقام اللي تكون راح تبتدي بيها لتثبيت العافيه عندك. لان مثل ما ذكرنا وقلنا انه انت عندك حالات وراثيه وقد تكون وراثيه وواضح هذا الموضوع، فلازم نختار اليوم اللي راح بعد الاسبوع نقول لك ايش هي الحاله اللي راح تلتزم بها الى نهايه الشهر او الارقام اللي راح تثبت لك ان شاء الله اللي انت عليه وما يعود لك مره ثانيه ان شاء الله. هاي والدتي في الاحتياج. يلا اعطيني اياها. الو الو مرحبا. السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام. عيد ميلاد سعيد حبيبتي. كل عام وانت بالف خير حبيبتي معلاوي الغاليه. ربي يحفظك الليل والنهار والله فدوى لوجهك يطول لي عمرك ويحفظك. شاكره الله يسلمك مشاعركم النبيله ومحبتكم الكبيره ام علي. اي والله هسه على وهم دراسه هالفيس. تمام موضوع صحتك ان شاء الله تواصلوا معنا على صفحه أيوة. برامجنا من نعي والنصائح. انا كلش تعبانه والله. ها 23/3 1978 23 وساعة الولادة 6 العصر وسميرة بنت حمدية 23/3 حضرتك؟ اي نعم مولود الحمل؟ اي مريخ حاكم برجك؟ مولود الحمل ناري. يا وجه بيه ها عيني؟ يا شنو اللي يحكمني؟ اي انت مولود الحمل، انت مولودة الحمل، حاكم برجك هو المريخ. اي طبعك هو ناري. سميره بنت حمديه اريد عن الصحه والله صحتي كلش تعبانه والله العظيم. سميره يا حبيبتي العزيزه عيوني معلاوي الدلي عيوني انت يا قلبي فدوى لوجهك. سميره بنت حمديه. حمديه ويساوي شنو ساعه الولاده عيوني معلاوي؟ عيوني 6 العصر يا روح قلبي. 6 مساء تمام اوكي. أم علاوي شوفي أغلب الأشياء اللي تحكم هذه المولودة أنا هنا ما طول سألتيني على صحة لازم بس أتأكد من صفاتك أو الشكل اللي أنت اليوم راح تكونين طبعا مليانة شوية مليانة الجسم شوية بيش طول. نعم إي والله صحيح مليانة كلش صحيح كلامي تمام. أيوه شوفي أم علاوي وين تروحين؟ تروحين الأقرب عطار شو تقولي له؟ طبعا الان نعم. احنا اتفقنا ما نحكي على الجو بس ما يخالف حالة استثنائية ووضعك شوية بيه يعني نوع من محتاجه مساعده سريعه. تقولي لي انا محتاجه الى سفوف اسمه سفوف. شنو؟ سفوف سفوف سفوف؟ اي كلش بسيط ورخيص حيل. اي عفوا عافيه ورخيص حيل وهو هذا علاجك يا حبيبتي يا حبيبه. شوف شو تسوي. افوره واشربه؟ لا ما تفورينه. هو عاده يكون للتفوير وعاده يكون يعني ناخذه هيك على الريق صباحا. مدقة ونلهمه؟ اها بالضبط تاخذين بقد خاشوكة الشاي بالضبط. يا يعني اقسم بالله اذا ما ترجعين غزال انا كل شيء ما اعرف لانه الطبع عندك مختلف. انا حتى راجعت الدكتور نفساني والله العظيم حتى طبعا ما انام عندي اكيد اكيد نفسيتي كلش تعبانه. اي حبيبتي كلش تعبانه عارض معلاوي عارض حبيبتي عارض اللي هو يشبه عارض الابن وهذا طبعا اصله هو انت اللي ناقلته الى علي لذلك هو مصدر الام. انت تشوفين فمصدر الام والام هي اللي تعطي للاولاد وهو طبعا جدا واضح ماخذ من عندك والحاله متاثره وناقله الى وحالات ايضا وراثيه ومشكله حاله عد علي خطيه. ان شاء الله هو العمر المديد الى والصحه والسلامه الك ايضا يا ست سميره. سوي هذه الحاله وبس طريقه نومك تكون على طريق القبله، حطي بوصله وشوفي وين، طريقه المغناطيسيه اللي معاك او الطاقه الايجابيه
عندك هسه اذا تجربين اربع اتجاهات اللي هي خلينا نسميها شمال جنوب شرق وغرب، اذا تنامين على الاتجاهات هذني بكل اتجاه راح تحسين انت حالك يختلف. ليش؟ مع الاتجاهات والمغناطيسيه اللي تبع برج الحمل والمريخ تاثر عندك. فحتى ما اضيع عليك، روحي باتجاه القبله، خلي يكون نومك باتجاه القبله، شوفي بالضبط وين اتجاه القبله، خلي راسك ونامي وشوفي الوضع شلون راح يتحسن معك. متاكده جدا. عيوني لك تدللي، نحن موجودين معاكم ودائما نساعدكم، متى ما تتصلين انا حاضره. والله حتى مشكلتي ويا زوجي هم يعني ما مرتاحه وياه وشارده يعني ومشاكل بيني وبينه. يعني ما احنا بالبيت بس ما مصافين، هواي عندي مشاكل بالبيت. كان الله بالعون، كان الله بالعون. ما اعرف شنو السبب يا بعد قلبي. يا عيوني انك تدللي وصاروا كلها محلوله ان شاء الله على برامجنا صفحتنا هناك، عودي المراسله واني اجاوبك ان شاء الله. حبيبتي على الفيس على الفيس. مية هلا والله، مية هلا. اكتبي حاله واذكري وبعيني صار وقولي يا محافظه انتم بالضبط، نحن حتى نحاول انه نرتب جدول اعمالكم او على الاقل يعني الاستشارات والرد عليكم. شكرا جزيلا للست سميره ام علي من واسط وللاخ علي، طبعا شكرا لمشاعركم الطيبه. حلو اليوم ما حد بناسي عيد ميلادي، بس انا ما كنت متحضره له ما ادري ليش. يلا روح لاتصال هاتفي اخر ايضا. الو السلام عليكم. عليكم السلام، مرحبا. شلونك حبيبتي شو اسمك؟ مية هلا والله حبيبتي من معانا. حبيبتي معك جنان من النجف. يا اهلا وسهلا اخت جنان، شلونك؟ امر المديد بدول قلبك. يا ربي صحة وعافية والله يطول بعمرك. يا عيوني حبيبتي. يا عيوني انت يا ربي ان شاء الله العمر المديد لكم، يا ربي اسمع اخباركم الطيبة ومشاعركم وهذا السباق الحلو الصبح انه تتصلون حتى بس تسمعون اخبارنا ونسمع اخباركم ويكون التبادل. على راسك اسمك. يسلم راسك الغالية حبيبة سي جنان الغالية الاخت الكريمة. بعد عمرك بعد قلب الست. عيوني. ثاني اريد اسال عن اختي ايات بالساهرة. تمام. مواليدها 7/3/2001. اوكي ايات. بنت ساهرة. ساعة الولادة 4 الظهر لو 5. بس تاريخ ميلادها عفوا خلي اعرف ايش. 7/3/2001. طيب 7/3. بلي. تمام. ليش معي 8؟ يعني عن حظ عن قسمه عن شيء. ايه 7 الحوت. بلي. وزحل حاكم البرج الطبع مائي. تمام. اخت جنان ايش بالضبط تحديدا تسالينا عن ايات؟ يعني عن قسمه عن شيء حظها شيء. دقيقه احنا شو نقول؟ نقول تسالين عن النصيب، هي غير متزوجه؟ لا لا بعد ما متزوجه. تمام اوكي. ايش قد العمر؟ 2001 مواليد 7/3/2001. 7/3 ساعة الولادة كم؟ لو 4 العصر لو 5. يعني قبل اذان المغرب. اوكي تمام. شوفي يا اخت جنان ما شاء الله عين النبي، يعني شنو هالجمال شنو هالادب، يعني هاي المولوده تبارك الرحمن تبارك الرحمن. بس خلي اقول لك قضيه، هاي كانها بعيده في ولايه اخرى او كانها في مكان. نعم. بعيد. نعم مو هنا انا بالسويد. صحيح. نعم صحيح كلامي. نعم تمام. معي. نعم. هو فاتها نصيبين بصراحه، كان يكون كان كلام حكوا بي او تناقشوا بي. يعني يجون هواي بس احنا معتزين بها لكون الصغيره وهاي، بس نريد لها يعني قسمه زينه يعني لكون تدرين يعني بعد صح. ما تنعرف الناس. بالضبط بالضبط صحيح تمام. لكن هذه المولوده معاها نصيب جدا جميل، يعني على فكره حلوه حلوه طباعها حلوه شمائلها، بس تحكين وياها تبكي تطفر دموعها، تحب اللبس تحب الزينه تحب الوناسه تحب الطالعه كلش حلوه اجتماعيه جدا، صاحبه طبه مطبخ ايديناتها حلوه بالاكل ما شاء الله. صحيح. زين بس اكيد مو احسن من جنان بالطبخ اللي طالع قدامي. زين حبيبي اكو اشياء جدا ايجابيه لهذه المولوده، يعني على بدايه السنه الجديده ان شاء الله في اكليل، وهذا ما يدل على انه تتويج او زفاف او حاله استقرار لهذه المولوده ان شاء الله. يعني يا ربي انت قسمه زينه ست، يعني احنا نتخوف يعني. شوفي خلي اقول لك حكايه، احنا من نحكي عن الزينه، الزينه شنو معناتها؟ ابو المثل شو يقول؟ عريس لقطه. اللقطه هذا اللي نحكي عنه، يعني استغفر الله رب العالمين، يا اما يكون حتى الماديه ناقصه او يكون اخلاق فول ولكن وضع المادي يعني مو بالوضع اللي واو. فاللي واضح معاها قد يكون
من الجانب المادي يعني ما نقول ضعيف ولكن لا بأس به. احنا مو قصة المادة، اهم شيء اريد السعادة واريد راحة البال. بالضبط يعني هذا اللي اريده والله. أها. انا واضح. واضح واضح معاها هذا المولود، وكأنه يكون متوسط القامة اسود الشعر نحيف اللي واضح كلش طالع وياها. يعني هو همات نفس يعني المكان اللي هي قاعدة به. أصولها قريبة على أصولها حيل. أصولها قريبة على أصولها، وأنتوا أغلب الأشياء اللي حدتكم من هذه المواضيع هذا البعد. يعني هذا البعد أو الخوف من البعد أو الخوف أنه تتركوها في هذا البعد وإلكم عودة. يعني كأن أكو العائلة لها عودة قريبة بصراحة. إن شاء الله يا رب. يعني بس والله إحنا كل ما يجيها يعني نصيبه وتشي إحنا نتخوف يعني نقولها ما نطيك الزغير إحنا معتزين جدا. بس هي همها يعني تشوف صاحبها. طبعا غلط. لا 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 حشاكم من الغلط. أي. يا جنان. أي. الانسان او المراه او البنت بالذات خصوصا البنيه مثل الورده هيك توصفها. أي. ماما او هيك توصفها الناس او هيك توصفها. أي. النساء انه اول ما تفتح راح يصير اكو اقبال عليها، الكل يريد يشمها ويقطفها ويشوفها، مو بس اذا بقت الباكر او بعد باكر. صح العطر بيها بس الذبل يعني اذا ذبلت شلون؟ صحيح. صحيح. فاحنا شنو نقول؟ نقول ما يخالف، العمر حلو ما يعني ما شاء الله 2001 اوج الشباب، نتمنى انه تقدرون الحاله ومعها هذه المولوده نصيب ان شاء الله على بدايه السنه الجديده يكون هنالك احدى الافلاك اللي قد يعني احنا نسميها مثلا بجانب الاكليل، او قد تكون هذه المولوده رافعه شيء على راسها وكن هو الاكليل او التتويج لزواج او قران. القران ايجابي وهذا الشاب جدا بسيط وفقير، مو فقير حال لا فقير ولا فقير اخلاق، سوري هنا المفرده مال الفقير، اقصد مؤدب جدا، يعني نشتري ادب اكثر ان شاء الله. هو هذا اهم شيء الريده السعاده. يعني السعاده. اسمعي 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 جنان، هذه المولوده ايضا داخل على عليهم فلك اخر، كان يكون اخو او شخص قريب عليكم او ناس تحبوهم معاها افراح، ايضا معاهم افراح. يعني راح يشهد هذا البيت اللي هي ساكنة به فرح آخر لشخص. والله يا والله يا تتمجسني يعني والله ما تتصورين شلون خشعني يعني هسه هذا كلامك. الله شاهد ورسول. وراح تتذكريني يعني. وهم أخاورش أهلها الأهل المصايرة يا رب خير. القناة وأشكر هيفاء الحسيني إنه اللي طلعت لنا هاي الوردة. فدوى لقلبك، أنت عطر الورد والله، أنت عطر الورد. والله تتمناش يمي كان أنا احتفلت اليوم بيك. فدوى لوجك حبيبتي جنان، والله تهانيك كافية جنان، تهاني كلش كافية. وانه ترفعين التليفون وتكونين جاهده حتى بس انه يعني تتصلين، هذه هي امنياتنا. اول ما افتح عيني ابا قناه زاجروس. في الدول قلبك حبيبه قلبي الغاليه، طول عمرك ويحفظك، وشاكره اتصالك يا ورده، شكرا جزيلا لك. طيب في اتصال هاتفي اخر؟ الو الو. السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، مرحبا. شلونك حبيبتي؟ مرحبا. أني أشكرك على هذا البرنامج أكثر من رائع. يوم ما في دول قلبك، وأني اللي أشكر صوتك الحلو اللي يجنن ويانا الصباح. ما شاء الله والديت قلبي. حبيبتي، منو معانا؟ أشواق من ديالة. أشواق شلونك؟ الله يسلمك قلبي، شلونك؟ في دول وجهك. أشواق أنت أول مرة تتصلينه؟ اي والله اول مره بس هنا تعبت من الاتصال. يما اسم الله عليك حبيبتي. حبيبتي اشواق، غير عيد ميلادي غير تقولي لي كل عام وانت بخير، كلهم بده يقولوا لي بس انت لا. كل عام وانت الف 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 ان شاء الله. يا عيوني يا قلبي انت في دول وجهك حبيبتي حافظك الله. اهلا وسهلا بيك. اي قلبي اشواق شلون اساعدك؟ الله يسلمك. 13 3 1989. تمام 89. اي عن الصحة بس لحظة 19 19 3 لا 13 3 13 اوكي. أي. تمام. سمعت عن الصحة يعني صحتي وايد تعبانة يعني صار لي شهر اني يعني ثلاث مرة تعبانة. مولودة الحوت. مولودة الحوت. اوكي. اشواق حبي واخرينا من التلفزيون اسمعينا من الهاتف حتى تقدرين تتفاهمين ويانا، بصراحه يقطع الخط معك. ستنيس بس عندي بعد والدي نشوف اليوم بس على الزواج يعني. يلا منو عندك؟ اي يعني هل يعني اكو زواج بيناتهم 18/11؟ زين احنا شنو نقول؟ العقرب. يعني العقرب اي. اي 1996. 96؟ اي و17/1
اي 17/1 1995. ثواني خليك معايا نقول 17/1 الجدي اي 1995. اها زحل واني اشواق رسميه الريخ. اسمعيني اشواق اللي هسه قلتي لي مولود العقرب والجدي الاخير، تدين تعرفين بيناتهم توافق؟ اي اكو توافق بيناتهم. تدين اكو توافق؟ الجدي ايش قد قلنا؟ الثاني؟ الثاني 1995 17/1. اي 17/1 اللي هو الجدي 95 و96. ايش هي الاسماء؟ ايش شنو هي الاسماء؟ يعني 96 منو؟ 96 احمد نجار. ايه. ايه. وشروق رسميه ثاني. شروق؟ رسميه. ايه، تبي تعرفين القران؟ ارتباط؟ ايه، واني قلت لك 13/3 يعني الصحه يعني صحتي كل مره تعبانه. راح ارجع لك انت بس خليني اقول لك هل اكو قران بين هذولي؟ تريد تقصدين شنو؟ اكو توافق زواج ولا تدين تعرفين؟ اي زواج، زواج هم اكو يعني بيناتهم زواج، هم يعني ناهينا على زواج بس بدي اعرف يعني هل هي موجود زواج حقا؟ طيب هسه هنا شوفي، طبعا الحالة متعثرة مع هذول الأشخاص تقريبا صار 6 شهور أو صح. أو سنة وست شهور أو عموما يعني كأنها علاقة عميقة حلوة مبنية على مودة وعلى احترام وعلى تبادل آراء وتعاون جدا كبير خصوصا من جانب البنت. صحيح. لكن تستمر هذه التعطيلات ليش او التثليث اللي مع مولود العقرب والجدي، حاله الجدي اللي راح تكون ان شاء الله على شهر 12 تبدي الامور تنفرج معاهم، على بدايه السنه القادمه يكون اكو ارتباط، لكن خلال هذا الشهر والشهر اللي بعده راح تبقى الزاويه الحرجه من هذول المواليد او لمولود العقرب. ليش؟ لان الجدي والعقرب هذه الفسحه معاهم شويه تاخيرات. بس متى تنفتح هذه التأخيرات؟ على بداية احنا نسميها السنة القادمة إن شاء الله تكون نهايات يعني جدا إيجابية. يعني في ارتباط، في ارتباط. يعني قد يكون الارتباط ارتباطهم الروحي، أو قد يكون الارتباط التصاقهم القوي، أو قد يكون الارتباط، لكن في حالة ارتباط مع هذول الأشخاص والارتباط جدا محترم. إن شاء الله. تمام؟ نرجع لك يا أشواق. نعم. أشواق من جانب الصحة مولودة الحوت. طبعا احنا نتحدث عن الرطوبه بما انه هي مائيه بالموالد المائيه. طبعا شوفي ما عادش منامات، بتشوفين منامات او تكونين قلقه دائما؟ نعم. اي نعم شفتني يعني هواي هواي كوابيس يعني حتى تخوفني مرات والله. يعني كلامي صحيح؟ صحيح. طيب وكانه مره سقطتي من مكان عالي او كانه يعني شو بالعاميه نسميها اندفرتي بالحائط او الدعبلتي او شيء، ما عادش سقطه او وقعه كبيره؟ هي كوابيس مرات يعني، واكثر شيء يعني اسم الله يعني احلم هواي احلام بالموت يعني فلان راح يموت اسم الله اخوان مرات احس واحد مات من عندهم هيك احداث. احكي لك عن كوابيس، الكوابيس حقيقه صح؟ اي اي شوفي هو عارض، العارض معك جدا واضح، احنا متفقين من هذه المواضيع. اذا تحبين تكونين على صفحه برامجنا هناك اكتب لك ونتناقش اكثر، لان يعني بصراحه الجو مو ملكنا ولا ملكك، ملك الجميع. انا يعني ما عندي صفحتكم ولا عندي فيس يعني موجود بالموبايل، بس احد يعني عادي يعني تحكي لي على التلفزيون. من اي شخص، من اي شخص. لا هاي شويه امور تدخل بارقام وتدخل باشياء شويه مطوله، لكن عامه اسمعيني مولوده الحوت ان شاء الله الى نهايه هذا الشهر تكون الامور والامزجه شويه تحسنت، بس الحال يبقى عندك يعني فتره تروح منك وترجع النوب مره لخ ترجع لك. يعني قلت لك ستميت عضوج يعني طبعًا. مرات اي 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 تحس توصلين حاله نرفزه انه انت مو طايقه احد او مو قادره تتعاملين مع احد بصراحه. صحيح. هذا الموضوع جدا واضح معك. يعني شوفي اي صفحه من صفحات الزملاء او شخص يعني عندك هناك اكتبي لي وانا راح اتفاهم معك وراح اضبط لك كل الارقام والاشياء اللي تنفعك، او نتناقش اعمق بهذا المواضيع حتى فهمت شنو بالضبط راح تسوي. تمام قلبي اشواق ان شاء الله صحه وعافيه، بس اكو فرحه لك، اكو نقله جديده لك، اكو خطوه حلوه بحياتك باديه، هاي باديه صار لها 10 ايام بالضبط، ان شاء الله اكو امور ايجابيه يعني تفرحك او مسار جديد يدخل حياتك. استثنيت بلا زحمة يعني مرات احلم احلامة في وحدة همين قالت لي اطلع من هذا البيت يعني اللي هو بيتي، يقول اطلع من هذا البيت سيخبلك هذا هيك اشكال يعني حلمت فيه. تمام، مو احنا قلنا لك روحي على صفحة زاجروس بالعربي؟
حتى نسولف بقيه التفاصيل. هذا الكلام انا كله ادري بيه واقدر اقول شيء على الجو، ولكن احنا اتفقنا يا حبيبتي انه الجو ملك الجميع، ونحاول انه ما ناخذ وقتنا او نهدر وقت الاخرين لحتى ما كل الناس تزعل من عندنا. تمام اشواق، عيوني لك وتدللي. تمام يلا، في اتصال هاتفي اخر معانا. الو الو الو، السلام عليكم. عليكم السلام والاكرام، ميت هلا. انا ابتسام من كربلاء. بسومه شلون صحتك؟ صباح العافيه. علي كل عام وانت بخير. يا حياة قلبي وانت بألف خير بسومة. صحة وسلامة. فدوى لقلبك. يا عيوني انت، فدوى لوجهك، ربي يحفظك وان شاء الله سعادة دائما لكم. صحة وسلامة. يا عيوني انت، فدوى لوجهك، ربي يحفظك ان شاء الله. بسمة. كل حبايبنا نقول لهم شكرا لمشاعركم الطيبة، ويا ريت باللي يحاول يعني يحكي معنا او يتصل بينا خليه يبتعد من صوت التلفزيون، يسمعنا من الهاتف حفاظا على الاتصال وحفاظا على انه احنا بنقدر انه نسمعه ونقدر انه نتواصل معه بطريقة اصح او افضل. تمام يلا، ايش معنا اتصال هاتفي اخر؟ الو الو الو، صباح الخير. الو مرحبا. الو مرحبا ست نيس. صباح العافيه، ميت هلا. شلون ست نيس؟ بدول الف وانت بالف خير يا ربي. ست نيس 83 اي 37 37. منو معانا اولا؟ انا زهره من البصره. زهوره من البصره، شلون هم اهل البصره؟ بعد قلبي شلون شنتي؟ بدول وجهك. زهره 37 مشروع ناري. طبعا الاسد يا حبيبتي يا اخت زهره، ايش اسم المولود هذا؟ منو القراءه؟ اياد. اياد بن حياه. اياد ابن حياه. بن حياه. اي اوكي، ايش قد العمر؟ العمر بنت 83. 83 اوكي، مواليده. تمام. شوفي يا اخت زهره، أول الأشياء لهذه المواليد، طبعاً من مولود الأسد. إذا تسأليني عن إذا تدين تسأليني عن هل إنه هذا المشروع ينجح أو يدخل بهذا المشروع، أولاً هذا المشروع به شراكات، تمام؟ تمام، مشترك يعني السيارة هي. إي، وكأنه أكو شراء شيء مشترك أو أحد مع هذا الشخص أو شيء من هالقبيل، صح كلامي؟ صحيح. شوفي صح، مولود الأسد لهذه السنة معاه أرباح جدا إيجابية، يعني يكسب شيء جدا إيجابي، الشراء جميل بس بعد بيه تأخير، بعد بيه تأخير 6 أيام. أكو تأخير. كيف؟ 6 أيام. 6 أيام؟ 6 أيام أكو تأخير أو مناقشات يعني؟ أو حديث عن شيء بعد الموضوع يعني. من صالحة ستنيس؟ من صالحة؟ بعد المشترى؟ بصراحة من صالحة؟ لا مو من صالحة. آه. مو مصالحه، لانه اللي رايح عليها مو تمام، مو هي هاي اللي في باله، مو هي هاي اللي في باله بصراحه. نرجع نقول لك مولود الاسد لهذه السنه معاه قبض ومعاه خساره، يعني يربح وخلي ينتبه معاه ايضا خسارات، فلازم ينتبه ويكون جدا يعني دقيق بعمليه الشراء او البيع معاه. تمام، بس تمام. الثانيه افضل، باعي ثاني محاوله افضل. يعني هاي المحاوله يتركها الثانيه؟ لا مو يتركها، هي وحدها راح تنحل، هاي ما راح يفوت بيها او ما راح تلوق له او ما راح يعني الامور راح يصير بيها خربطه، يعني هو مو كيفه بس الامور راح تكون بيها خربطه، لكن بالمحاوله الثانيه راح تكون هي الافضل والاحسن مع هذا المولود. حبيبتي اخت زهره يا اهلا وسهلا بيك، شكرا جزيلا لاتصالك. طيب شو مع اتصال هاتفي اخر ولا؟ إذا مشاهدينا الكرام، فقرتي الصباحية انتهت معاكم، لكن لقائي يتجدد بكم كل يوم صباح. بالعودة مرة ثانية لزملائنا بالاستوديو، ونقول لكم باي باي.